السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. كثير من الاشخاص يبحثون على افضل هواتف في حدود 2000 الى 3000 جنيه. في هذا الفيديو سوف نعرض افضل هواتف في هذه التسعيرة، حيث تعتبر هذه الفئة بالفئة الاقتصادية، وتكسر في هذه الفئة الموبايلات من الكثير من الشركات، حيث تريد الشركات المصنعة السيطرة على هذه الفئة التي تتفوق على جميع الفئات في كمية الهواتف المعروضة من الشركات المصنعة، حيث تدخل شركة أوبو وسامسونج وشاومي وإنفينكس في هذه الفئة بقوة بعرض هواتف بمواصفات رائعة مع تسعيرة مميزة. وسوف نعرض في هذا الفيديو أفضل 5 هواتف من 2000 إلى 3000 جنيه. أول هاتف معنا هو ريدمي نوت 8. الهاتف بيجي بمعالج صمان النواة سناب دراجون 665 تكنولوجيا 11 نانو، مساحة التخزين 128 أو 64 أو 32 جيجا مع 3 أو 4 جيجا رام. كاميرا خلفية رباعية، أول كاميرا 48 ميجا بكسل، تاني كاميرا 8 ميجا بكسل، تالت كاميرا 2 ميجا بكسل، رابع كاميرا 2 ميجا بكسل، كاميرا أمامية 13 ميجا بكسل. بالنسبة للشاشة 6.3 بوصة بدقة فول اتش دي بلس بنوتش صغير. نظام التشغيل اندرويد 9.0. البطارية 4000 ملي امبير. منفذ اليو اس بي يأتي من نوع تايب سي مع دعم لخاصية الاو تي جي. عيوب الهاتف: علشان تشعر بتجربة الشحن السريع ستحتاج الى شراء شاحن يدعم الشحن السريع. الكاميرا الخلفية ما زالت بارزة عن ظهر الهاتف مما يعرضها للخدش بصورة، ولكن البروز اقل قليلا من شاومي نوت 7، ويتم تخطيطه عن طريق الجراب المرفق بالعلم. بشكل عام لا يوجد تطوير حقيقي عن شاومي نوت 7، اما التطوير الذي ستشعر به في النسخه البرو. اما بالنسبه لمميزات الهاتف، منفذ اليو اس بي ياتي من نوع تايب سي، يدعم لمبه اشارات، يدعم الاي ار بلستر الخاص بالتحكم في الاجهزه الكهربائيه. البطاريه تعمل لفتره طويله خلال اليوم، فهي مثل بطاريه ريدمي نوت 7 السابق. دقه الشاشه مقبوله، والالوان ستجدها مشبعه بصوره جيده، فهي نفس شاشه النوت 7. اداء الهاتف جيد جدا في الالعاب والاستخدام اليومي، وخامات تصنيع زجاج محترمة مع مقاومة 13%، كاميرا خلفية رباعية. الأساسية ستعطي لك تجربة تصوير ممتازة مثل شاومي نوت 7 مع إضافة عدسة ثانية للتصوير ألواس. أرخص هاتف بخامات زجاج مع معالج قوي من شاومي، أسعار فوق الممتازة من شاومي في مصر. سعر الهاتف في مصر للنسخة 32 جيجا مع 3 جيجا رام 2450 جنيه، أما بالنسبة للنسخة 64 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر 2850 جنيه، والنسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر 3200 جنيه. تاني هاتف معانا هو نوكيا 6.1 بلس. بيجي بمعالج صمان النواة سناب دراجون 636، مساحة التخزين 64 جيجا مع 4 جيجا رام. بيجي بكاميرا خلفية مزدوجة 16+5 ميجا بكسل، أما الكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل. الشاشة 5.8 بوصة بها نوتش بدقة فول اتش دي بلس. نظام التشغيل اندرويد اوليو 8.1. بطارية 3060 ملي امبير، تدعم شحن سريع عن طريق مدخل يو اس بي تايب سي، ويتم شحن 50% من البطارية في 30 دقيقة فقط. عيوب الهاتف: تصميم زجاجي قابل للكسر وسهل الاتساق، يتم تركيب كارت الميموري بدلا من شريحة الاتصال الثانية، لا يدعم تشغيل راديو اف ام. بطارية قد لا تكون الاكبر في هذه الفئة السعرية، ولكن مع وجود شحن سريع تستطيع شحنها مرة اخرى في وقت قليل. يدعم الهاتف الشحن السريع، والشحن الذي يأتي مع الهاتف شاحن ليس سريع. أما بالنسبة لمميزات الهاتف، معالج قوي في الأداء وموفر في استهلاك البطارية، شاشة بالأبعاد الجديدة مع نوتش وعليها طبقة حماية، كاميرا خلفية مزدوجة بأداء مميز بالنسبة للفئة السعرية للهاتف، شحن سريع، وجود مدخل يو اس بي تايب سي، خامات تصنيع قوية جدا من شركة نوكيا. أما بالنسبة لسعر الهاتف، النسخة 64 جيجا مع 4 جيجا رام 2300 جنيه في النسخة. تالت هاتف معانا هو ريلمي 3. الهاتف بيجي بمعالج ميديا تك هيليو بي 60 صمان النواة 12 نانو، مساحة التخزين 64 أو 32 جيجا مع 3 أو 4 جيجا رام. الهاتف بيجي بكاميرا خلفية مزدوجة 13.2 ميجا بكسل، الكاميرا الأمامية 13 ميجا بكسل. الشاشة 6.22 بوصة بدقة اتش دي بلس بها نوتش صغير. نظام التشغيل اندرويد 9.0. البطارية 4230 ملي امبير. منفذ اليو اس بي يأتي من النوع التقليدي المايكرو يو اس بي، كما يدعم الاو تي جي. عيوب الهاتف: لم نجد مثبت الكتروني EIS اثناء تصوير الفيديوهات. الهاتف بطيء اثناء الشحن ويحتاج الى مده طويله بسبب حجم البطاريه الكبيره. دقه الشاشه منخفضه الى حد ما، فهي اتش دي بلس فقط بسبب قدوم الهاتف من البلاستيك اللامع، يعرضه للتبصيم والخدش بسهوله كبيره. لا يوجد لمبه اشعارات. مميزات الهاتف: احدث نظام تشغيل اندرويد 9 مع احدث واجهه كولور او اس 6، وهذه الواجهه تظهر بها ايقونات الاشعارات بجانب النوتش. اداء الكاميرات ممتاز مقارنه بسعر الهاتف. بطارية الهاتف تصمد للعمل لفترة طويلة وتكفي استخدامه. يمكنك استخدام الشريحتين مع كارت ميموري في وقت واحد.
أداء المعالج B60 جيد جدا في المهام اليومية، حيث حقق في أنتيتو حوالي 128 ألف نقطة تقريبا، متفوقا في ذلك على أداء هاتف ريدمي نوت 6 برو والريلمي 2. وستكون بلعب الألعاب الثقيلة على الهاتف مثل ببجي على إعدادات جرافيك متوسطة بدون أي تهنيك. شاشة نوتش مع حواف ممتازة مع حماية غوريلا الجيل الثالث عليها. سعر هاتف ريلم 3 النسخة 32 مع 3 جيجا بايت رام بسعر 2100 جنيه، النسخة 64 مع 3 جيجا بايت رام بسعر 2500 جنيه، النسخة 64 مع 4 جيجا رام بسعر 3000 جنيه. رابع هاتف معانا هو انفينكس اس 5، المعالج ميديا تك هيليو B22 ثماني النواة تكنولوجيا 12 نانو، مساحة التخزين 128 او 64 جيجا مع 6 جيجا بايت رام او 4 جيجا بايت رام. الهاتف بيجي بكاميرا خلفية رباعية، اول كاميرا 16 ميجا بكسل، تاني كاميرا 5 ميجا بكسل، تالت كاميرا 2 ميجا بكسل، رابع كاميرا وهي كاميرا AI. اما بالنسبة للكاميرا الأمامية 32 ميجا بكسل. شاشة 6.6 بوصة بدقة HD بلس بها ثقب صغير، نظام تشغيل اندرويد 9.0، البطارية 4000 ملي امبير، منفذ اليو اس بي ياتي من النوع القديم المايكرو يو اس بي بالاصدار الثاني مع دعم الخاصية OTG. عيوب الهاتف ضعف اداء الكاميرات الخلفية بالاخص في الاضاءة المنخفضة، ضعف سطوع الشاشة تحت اشعة الشمس، لا يدعم المثبت الالكتروني AIS لذلك ستجد اهتزاز اثناء تصوير الفيديوهات. ما زالت الشركة لم تقدم اي جديد في الاداء بسبب المعالج الضعيف، فهو مثل انفينكس اس 4 السابق الا في جزئية الشاشة والمساحة الداخلية. لم تقم الشركة بالاعلان عن اي طبقة حماية بالرغم من عدم الهواتف المنافسة لذلك. ظهر الهاتف مستقطب لبصمات الاصبع بسهولة جدا بسبب قدومه من البلاستيك اللامع. الشاشة تأتي بدقة HD بلس فقط من فول HD، لذلك ستجد اقصى دقة لفيديوهات اليوتيوب هي 720 بكسل. لشحن الهاتف ستحتاج الى اكثر من ساعتين عن طريق الشاحن المرفق في علبة الهاتف بعكس الريدمي 8 الذي يدعم الشحن السريع. اما بالنسبة لمميزات الهاتف، تصميم عصري بالوان جذابة يمكنك حمله بسهولة بسبب حجمه الخفيف، البطارية تعمل لفترة طويلة فهو المعتاد من انفينكس، يمكنك تشغيل شريحتين اتصال او كارت ميموري في وقت واحد، اول وارخص هاتف بشكل الثقب من شركة انفينكس مثل شكل شاشات الهواتف الرائدة. اداء الكاميرا السيلفي جيد، ارخص سعر الهاتف 128 جيجا و6 جيجا رام. بالنسبة لسعر الهاتف، السعر 2750 جنيه للنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام والنسخة 64 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر 2400 جنيه. خامس واخر هاتف معانا هو ريلمي 5، بيجي بمعالج ثماني النواة سناب دراجون 665 تكنولوجيا 11 نانو، مساحة التخزين 128 او 64 جيجا مع 3 او 4 جيجا بايت رام. الكاميرا الخلفية رباعية، اول كاميرا 12 ميجا بكسل، تاني كاميرا 8 ميجا بكسل، تالت كاميرا 2 ميجا بكسل، رابع كاميرا 2 ميجا بكسل، كاميرا امامية 13 ميجا بكسل. الشاشة بتيجي ب 6.5 بوصة ودقة HD بلس بها نوتش صغير، نظام تشغيل اندرويد 9.0، البطارية 5000 ملي امبير، يدعم الهاتف منفذ اليو اس بي وياتي من نوع المايكرو يو اس بي الاصدار الثاني، كما يدعم خاصية OTG. عيوب الهاتف، وزن الهاتف تقيل في حمله واثناء استخدامه بيد واحدة بسبب حجم البطارية الكبير. كنا نفضل ان تأتي الشاشة بدقة الفول HD على الاقل، تحتاج الى فترة طويلة لشحن البطارية تصل الى حوالي 3 ساعات بسبب عدم دعم الهاتف لتقنية الفو، لا يدعم لمبة اشارات. اما بالنسبة لمميزات الهاتف، اداء الكاميرات جيدة جدا في الاضاءة الكافية، ويعتبر من ارخص الموبايلات باربع كاميرات خلفية، كما يدعم تشغيل جوه الكاميرا ويكون بانتاج صور ممتازة. البطارية تصمد لفترة طويلة جدا بفضل ساعتها الكبيرة، وهي من اكبر البطاريات في هذه الفئة السعرية. يدعم الهاتف تشغيل شريحتين وكارت ميموري في وقت واحد. اداء المعالج ممتاز، فهو اقوى بنسبة 10% من معالج السناب دراجون 660 صاحب الاداء المميز في هذه الفئة السعرية. اما بالنسبة لسعر الهاتف، النسخة 64 جيجا مع 3 جيجا رام 2550 جنيه، النسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر 3150 جنيه. وفي الأخير يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل فيديوهاتنا الجديدة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.